متابعينا متابعي موقع بصارع الإخباري، يعني هنا من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول وفي الذكرى 50 للمعركة التي شهد عليها التاريخ، وهي معركة 6 أكتوبر لعام 1973. تلك هي ذكرى النصر العظيم التي شهد عليها العالم وشهد بها العالم الانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصري، استعادة أرض سيناء مرة أخرى إلى وطننا الغالي. احنا النهاردة بالتحديد من داخل النصب التذكاري ومن أمام قبر الراحل أنور السادات رجل الحرب والسلام. هي توافد عشرات ومئات من السياح إلى مقر النصب التذكاري لوضع الزهور ووضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل أنور السادات. حيا ومنذ الصباح الباكر توافد أعداد كبيرة من السائحين والزوار إلى مقر النصب التذكاري لوضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام. حيا يعني مفيش أعظم من كده ذكرى، مفيش أعظم من كده حدث، وهو حدث عظيم محفور الحقيقة في أذهان كل مصري ومصرية، يعني شاهد وعلى علم بتلك الحدث وهو نصر أكتوبر العظيم سنة 73. حقيقة يعني حقق العدو حقق الجيش المصري انتصاراته على العدو الغاشي. احنا دلوقتي متواجدين من امام قبر الراحل الرئيس المؤمن محمد انور السادات بطل الحرب والسلام، عاش من اجل السلام واستشهد من اجل المبادئ. قال الله تعالى في محكم كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. يعني حقيقة يعني توافد عشرات من الزوار إلى مقر قبر الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، عاش من أجل السلام واستشهد من أجل المبادئ. إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، أنت لقلبي بعد الدين دين، لك يا مصر السلامة، وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهامة، نفتديها بفؤادي، واسلمي في كل حين. الحقيقة مفيش أعظم ولا أجمل من تلك الذكرى الجميلة، وهي ذكرى يعني تاريخ، ذكرى يعني توثق وتشهد وشاهدة على انتصارات الجيش المصري، ونحن نحتفل بكل فخر واعتزاز بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر بعد أن مر 50 عاما على هذا المشهد التاريخي لواحد من أعظم ملامح النصر والنضال في التاريخ. يمر العام بعد العام ولا ننسى ما حققه الشعب المصري الصابر من خلال رجال من ذهب، حقا هم خير أجناد الأرض،
الذين سجلوا نصرا عزيزا وسيبقى أبد الدهر تاجا فوق رأس كل مصري ومصرية. متابعينا متابعي موقع بصراحة الأخبار في كل مكان، من داخل مبنى النصب التذكاري للجندي المجهول بالقاهرة، ومن أمام قبر الزعيم الراحل الرئيس المؤمن محمد أنور السادات. حقيقة كان منذ يعني دقائق معدودة زار عدد من السفراء قبر الرئيس محمد أنور السادات، ومن ضمنهم السفير الروسي والوفد المرافق معه، ووضعوا كما تروا إكليلة من الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي لذكرى انتصار أكتوبر، تلك الذكرى المجيدة التي شهد عليها العالم، وهي انتصار الجيش المصري على العدو الغاشم واستعادة أرض سيناء مرة أخرى إلى أحضان الوطن بعد أن تعدى عليها العدو الغاشم. والحقيقة وقف الجيش المصري والجيش السوري وقفة، والحقيقة كل العرب مش بس الجيش الروسي أو الجيش الجيش المصري أو الجيش السوري، هي العرب كلهم وقفوا وقفة يعني يشهد لها العالم ويشهد لها التاريخ على ما قام به الجيش المصري بعد أن أفقد العدو توازنه كما قال الزعيم الراحل محمد أنور السادات في ست ساعات فقد العدو الغاشم توازنه في 6 ساعات. هي يعني معركة بدأت من يوم 6 أكتوبر سنة 73 في تمام الساعة الثانية ظهرا، وبدأت بالضربات الجوية الأولى، وفقد العدو توازنه في 6 ساعات متتالية من الصواريخ والضربات الجوية الحقيقة اللي أنهكت وأفقدت العدو توازنه كما قال الزعيم الراحل في 6 ساعات. حقيقة يعني خط بارليف الذي تحاكت عنه إسرائيل وتحاكت عنه الدول يعني المحتلة للأرض، وقالت يعني لن يهزم ولم يحدث شيء لخط بارليف يعني حتى لو بقنابل ذرية، لكن الشعب المصري أو الجيش المصري والمهندسين المصريين الحقيقة كان ليهم رؤية مختلفة وكان ليهم وضع واستراتيجيات ودراسات تانية، وهي إن هيكون في طريقة تانية لي يعني السيطرة على خط بارليف من خلال عمل مضخات مياه، واللي الحقيقة عملت يعني أنفاق داخل ومعابر داخل خط بارليف، تمكن الجيش من هو يعني يعدي أو يعبر القناة بسلام ويستكمل مسيرته في الحرب. وتكملة ل يعني الهجمة اللي أفقدت العدو توازنه، هي ما فيش أجمل من ذكرى يعني حرب أكتوبر اللي ما زالت محفورة في الأذهان وما زالت موجودة في قلوب كل مصري ومصرية، وما زالت تدرس في الكتب ويكتب عنها التاريخ، وتزال مصر حرة أبية طول الدهر. هي كان موجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس ووضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل الرئيس المؤمن محمد أنور السادات، تلك الرجل هو بطل الحرب والسلام، عاش من أجل السلام واستشهد من أجل المبادئ. هي مهما نقول ومهما نعيد في تلك الذكرى الطيبة مفيش أجمل ولا أنقى من كده ذكرى، يعني شعراء والأدباء حكوا وتحاكوا وكتبوا شعرهم وقالوا يعني فيه ما يكفيه.
نعم لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهامة أفتديها بفؤادي. واسلمي في كل حين. متابعينا متابعي موقع بصراع الإخباري، ومن داخل النصب التذكاري للجندي المجهول بالقاهرة، يعني الحقيقة منذ قليل كان موجود توافد من الزوار إلى جانب من مختلف الحقيقة الجنسيات، كانوا موجودين داخل النصب التذكاري لوضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل محمد أنور السادات. ونعم الرئيس محمد حسني مبارك صاحب يعني الضربة الجوية الأولى، يعني الحقيقة يذكر له التاريخ دوره العظيم في حرب أكتوبر سنة 73، واللي كان صاحب الطلعة الجوية الأولى. أيضا قبر السيدة جيهان السادات اللي دفنت بجانب الزعيم الراحل أنور السادات. متابعينا متابعي موقع مصر على الاخبار، نزلنا مع حضراتكم هنا على مدار اليوم، ننقل لحضراتكم توافد الزوار الى مقر النصب التذكاري للاحتفاء بتلك الذكرى الطيبه، وهي ذكرى يعني السادس من اكتوبر لعام 1973، وهي ذكرى نصر اكتوبر العظيم. متابعينا متابعي موقع بصر على الاخبار، دمتم في رعايه الله وامن كل عام، وحضراتكم بالف خير. كان معكم احمد قدوم، استنونا في لايف جديد.